السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نخدمو أول فاند موديل بالنسبة للسيستيم الجديد ديال كوميرس اي ماركتين. دونك أول فاند موديل غادي يكون في تكنيك دو كوميرس انترناسيونال. دونك في هذا الموديل هذا جمعو لهم تخوا لي موديل اللي كانوا ديجا كيقراو في الكوميرس قبل السيستيم الجديد، يعني دخلوا ليهم لونفيرونمون انترناسيونال، دخلوا ليهم لا لوجيستيك اي بيمو اي فينونسمون انترناسيونال. دونك في هاد فاند موديل تقريبا رجعوا لهم هاد لي تخوا موديل، ولكن كما العاده كيركزوا بزاف على البخاتيك ديال لوجيستيك. دونك اكزامان فاند موديل هذا غادي يكون رقم 7 بالنسبه لاشين، يعني هذا هو فاند موديل رقم 7 ديال ريجيونال اللي دوزوه الناس ديال الجهه ديال الرباط سلا قنيطره في لو 2 ديسمبر 2023. دونك عطاوهم دو بارتي، بارتي تيوريك عليها 15 بوان، وعطاوهم كذلك بارتي براتيك على 25 بوان. دونك حنا غادي نحط لكم لي اكزيرسيس غادي تشوفوهم بحال هكا باش اللي بغا يدير سكرين ويخدم الكوريجي وابخي يشوف التصحيح ديال هذا الفاند موديل في الفيديو. دونك انا ما عنديش مشكل وما عنديش اهميه انك تبع معايا الفيديو، ولكن اللي كيهمني ولكن انت ديجا خدمتي لي اكزيرسيس لا بارتي كامله ديال كوميرس انترناسيونال. دونك هاد لي فاند موديل مع فاند فورماسيون كتجي كتحاول انك دير سكرين ليهم وابخي كتخدم وكتجي عاوتاني تشوف الكوريجي، يعني انت عندك واحد الافونتاج انك تخدم وتحاول تشوف واش داكشي اللي درتي مزيان ولا لا، ولا واش عندك شي اشكال. الا حصلتي في شي حاجه راه كتجي للفيديو كتسمع الشرح. دونك نتمنى انه يكون كلشي مقاد. دونك عندنا لا بارتي تيوري كتاهم 4 كيسيون، قالك اكسبليكي لي ميسيون ديال او ام سي. La question 2, citer 3 avantages et 3 inconvénients de l'utilisation du conteneur. Question 3, quelles sont les précautions à prendre dans le choix emballage? Question 4, expliquez la différence entre la SMEX et SMAX. Maintenant, la partie pratique. Donc, à dire la screen d'abord, la partie pratique. Attends, on a 3 exercices. Exercice 1, attends, on a fait pour nous la valeur de la frais aérien. اكزرسيس 2 عطاونا نحسبو، ديرو سكرين كذلك. دونك سنقات لكم هادي باش ديرو سكرين. اكزرسيس 2 عطاونا نحسبو لا فالور ديكلاري اون دوان، عطاونا لو مونطو دي دغوا دو دوان اكسيجيبل، عطاونا كذلك كالكيلي لو كود غوفيا دو سيت امبورتاسيون. و اكزرسيس 3 عطاوهم يحسبو لي زانكو تيرم، يعني قال لك كالكولي لا فالور دو لانكو تيرمسيف اون باسون بار اكس وورك اي فوب. يعني ملي غاتدير نتا الطابلو ديال لي زانكو تيرم فراه ضروري غادي خصك دير لانكو تيرم اكس وورك مع الفوب، صافي ماشي بالضروره انك دير الاف سي ا والفاس، ولكن ملي حدو لكم شنو تحسب دونك غادي ضروري غادي تحسب الاكس وورك هو الاول، من بعد دوز لي اوتر انكو تيرم، وممكن تجمع لي زيليمون ديال الاف سي ا مع الفاس وديرهم ديريكت في لانكو تيرم فوب. ابخي تخدم سي اف ار عاد باش يمكنك تلقى لا فالور ديال لانكو تيرم سيف سي اي اف. دونك بالنسبه للكوريجي غادي نبدا معكم لا بارتي براتيك وابخي غادي ندوزو لا بارتي تيوريك. لحقاش هاديك لا بارتي تيوريك راه غادي تلقاوها غير في لي كور لي قريتو. دونك من الاحسن باش نختصر الفيديو غادي نحاول نخدم البخاتيك هو الاول، وابخي اللي بغا يشوف الكوريجي ديال التيوريك راه غادي يلقى في الاخر ديال الفيديو. لا سوسيتي سيم تاكس فابريك اي كوميرسياليز دي زارتيكل الكتروميناجي سون ديريكتور دي ريسورس هيومان فو بروبوز ان بوست بارمي ايكيب. Or, elle doit vous tester pour évaluer vos compétences. Donc, principal exercice 1. Maintenant, pour l'expédition des commandes composées de 500 cartons par voie aérienne, vous avez les informations suivantes. Le poids brut d'un carton, 25 kg.
نيمو سير دان كارتون 40 فوا 50 فوا 50 سنتيم. الكوتاسيون دو فخي ايغيان من 0 حتى 5000 غادي تحسب لنا 5 اورو للكيلو، من 5000 ل 10000 4.5 اورو للكيلو، من 10000 حتى 15000 كيلو غادي تحسب ب 4 اورو للكيلو، من 15000 حتى 18000 3.5 اورو لو كيلو. عطينا كذلك تاكس فيول يعني المحروقات 0.01 اورو لو كيلو غيال، يعني داكشي اللي لقيتي في الغيال غادي تضربو في 0.01 باش يعطينا لو فخي ديال تاكس فيول. بالنسبة لتاكس ال تي ا اللي هي ليتر دو ترونسبور ايريان 26.7 اورو. لا كيستيون هو كالكيلي لا فالور دو فخي ايريان. دونك ديما فاش كنبغيو نحسبو فخي ايريان اولا ماريتيم اولا الغوتي، اول حاجة كنحسبوها هي البوا تاكسابل، والبوا تاكسابل كيساوي لنا يعني باش كنلقى البوا تاكسابل هو كيخصني نحسب البوا غيال ياك، وكنحسب الفوليم اولا كيتسمى البوا فيكتيف، وكنقارنو بيناتهم. بالنسبة للوزن الكبير هو البوا تاكسابل. دونك غادي تشوفو معايا الكوغيجي هنايا، عندنا البوا غيال هو 500 كارطونة فوا البوا بغيت دان كارطون، عطاتني 12500 كيلو. بالنسبة للفوليم درنا لي ديمونسي ديال الكارطون، حولناهم للمتر هي أول حاجة، ضربناهم في نومبغ دي كارطون، خرجات لينا 50 متر كوب. وفي الفخي أيغيان قلنا 1 طن كيساوي 6 متر كوب، إذا 50 مقسومة على 6 عطاتني 8.33 طن، هي 8330 كيلوغرام. دونك البوا تاكسابل هو 12500 كيلو. إذا فاش لقينا البوا تاكسابل كنمشيو نشوفو البوا فين جا في هاد الكوتاسيون، جا ما بين 10000 و 15000 كيلو، إذا غادي تحسب ب 4 أورو لو كيلو. إذا 12500 مضربة في 4 عطاتني 50000 أورو. موراها كنحسبو لا إغ بي بي، أش كنديرو؟ كنمشيو دونك حنا لقينا بوا تاكسابل في هاد البلاصة ياك، دونك كنجيو لا سويفون لا بغينا نحسبو لا إغ بي بي، أش كنديرو؟ كنجيو لهاد لي موراها، إذا غادي نخدمو باش 15000 كيلوغرام، إذا 15000 غادي نضربها في 3.5 غتعطينا 52500 أورو. اش كنلاحظو؟ كنلاحظو بلي لا اغ بي بي اكبر من الفخي، اذا اش كنكتبو لهم؟ اون نابليك با لا اغ بي بي، دونك لو فخي اي 50000 اورو. اذا الفخي طوطال اش غادي يساوي لنا؟ غادي يساوي لنا الفخي اللي لقينا زائد تاكس فيول اللي هي 0.01 في البوا اغيال. دونك شنو كندير؟ كندير 0.01 كنضربها في البوا غيال اللي هو 12500 كيلو زائد تاكس ال تي ا اللي هي 26.7 اورو، عطاتنا 50151.70 اورو. دونك هذا هو الكوغيجي ديال اكزيرسيس ا. دابا غادي ندوزو اكزيرسيس د. دونك عندنا la société Simtax a importé une matière première d'une entreprise installée en Allemagne. Les données relatives à cette importation sont données comme suit. Le poids de la matière première est 1600 kg. La valeur de l'FCA de la matière première est 10000 euros. Embargement 100 euros. Transport aérien 1200 euros. L'assurance 400 euros. لاكوناج 250 درهم للطن. ترانسبور دو لايغوبور ميد 5 فيغسيم تاكس 4000 درهم تي تي سي، ردو البال تي تي سي. دغوا امبورتاسيون 10%، تاكس باغا فيسكال 2.5%، تي في سيغ امبورت 20%، تي في ترانسبور ناسيونال. دوكا تي في هادي ديال البوست اشومينمون، يعني لقاش قالك تي في ديال ترونسبور ناسيونال ماشي انترناسيونال، ناسيونال اللي هو ترونسبور من المطار حتى لا سوسيتي ديال سيمتاكس 14%.
لو طو ديال الشونج هو 1 اورو كيساوي 11 درهم. بالنسبه لا كيسيون 1 قال لك سولو لي تيرم دي كونطرا لو بيمون سورا رياليزي بار ان كريدي دوكيمونتير اون فو دوموند دو كلاريفي لو كريدي دوكيمونتير اي ريفوكابل اي كونفيرمي. دونك طلبوا منا اننا نوضحوا هذا لو كريدي دوكيمونتير اي ريفوكابل اي كونفيرمي. بالنسبه لو كريدي دوكيمونتير اي ريفوكابل اي كونفيرمي يعني هو واحد الاعتماد مستند مؤكد وغير قابل للالغاء صافي. هذا هو لو كريدي ريفوكابل اي كونفيرمي اعتماد مستند مؤكد وغير قابل للالغاء. قالك لوغسك لو فوندور ادي دوت سور لا سيتياسيون فينانسيير دو لا بانك اي ميتريس او سور لا كريديبيليتي دي بي لو ريزيدونس دو لاشتور ال essaiera de conforter sa position en demandant une sécurité supplémentaire. Moi, je vais essayer de vous faire un peu de crédit documentaire est révocable et confirmé. Mais le BAE, le vendeur, c'est le vendeur qui connaît un chèque de la loi financière de la banque, le moustère, la banque émettrice, c'est l'acheteur, ou qui connaît un chèque de la misdaqia de l'acheteur. صافي يعني اولا المدينه ديال داك لاشتور. دونك اش كيدير هو كيعزز الموقف ديالو. كيفاش هو كيطلب واحد الضمان اضافي يعني هاد ريفوكابل اي كونفيرمي يعني ما كيتبدلش صافي. لحقاش قلنا الشرح ديالو بالعربيه لو كريدي دوكيمونتير اي ريفوكابل اي كونفيرمي هو اعتماد مستند مؤكد وغير قابل للالغاء يعني ما كيتلغاش يعني صافي. فاش كيتاكد صافي ما يمكنلكش تلغيه واخا مثلا ما بغيتيش توصل بديك السلعه ولا شي حاجه ما يمكنلكش تلغيه صافي. لحقاش تاكد تكونفيرما وغير قابل للالغاء. دونك هذا هو المقصود بلو كريدي دوكيمونتير ريفوكابل اي كونفيرمي. دونك كيدار مثلا اغلبيه فاش كيكون يلا الفوندور بغيت يتعامل واحد مع واحد لاشتور مع شي دوله مثلا ما كيتعاملش معاه بزاف. دونك كيحاول انه يدير واحد سيكوريتي سوبليمونتير انه كيطلب واحد الضمان اضافي اللي هو ريفوكابل اي كونفيرمي يعني كيطلب لك الكريدي دوكيمونتير ريفوكابل يعني ما يمكنلكش تلغيه و كونفيرمي يعني مكونفيرمي من لا بانك ديال من ديال نوتيفيكاتريس مع ايميتريس. دونك هذا هو لو كريدي دوكيمونتير ايريفوكابل اي كونفيرمي. دونك ندوزو لا كيستيون 2 ديالنا. قالك ديتيرميني اون مات لا فالور ديكلاري اون دوان. شنو هي لا فالور ديكلاري اون دوان؟ هي سي اي بي زائد لا اكوناج. دونك سي اي بي اش كتساوي؟ دونك بلاصه ما ندير انا الطابلو ونبقى نسطر ونطول ما مطلوبش منا نحسبو لي زانكو تيرم يعني مطلوب منا غير نحسبوا لا فالور ديكلاري اون دوان. دونك لا فالور ديكلاري اون دوان شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا لا فالور سي اي بي زائد الاكوناج. ولا فالور سي اي بي اش كنجمعوا فيها؟ لا فالور اف سي ا زائد الامبارغومون زائد ترونسبور ايريان زائد لاسيرونس كيعطينا سي اي بي. دونك 10000 زائد 100 زائد 1200 زائد 400 عطاتني 11700 اورو وضربناها في 11 باش تعطينا بالدرهم. لحقاش واحد اورو كيساوي 11 درهم. اذا عطاتنا 128700 درهم. اذا لا فالور ديكلاري اون دوان هي لا فالور ديال السي اي بي 128700 زائد الاكوناج. والاكوناج عطاونا 250 درهم للطون. وشحال عندنا من الطون؟ 2600 مقسومة على 1000 كتساوي 2.6 طن. دونك زائد 250 مضروبة في 2.6 عطاتنا 129350 درهم. هذه هي لا فالور ديكلاري اون دوان. لا كيستيون 3 كالكولي لو مونطو دي دغوا دو دوان. اول حاجة ديجا حسبنا لا فالور ديكلاري اون دوان. اذا دابا غادي نخدمو دغوا امبورت. عطاونا 10% غادي نشد فالور ديكلاري غادي نضربها في 10%
عطاتني 12935 درهم. تاكس باغا فيسكال كتساوي لنا لا فالور ديكلاري فوا لو طو ديال تاكس باغا فيسكال 2.5%. تي في كنجمعو دغوا امبور زائد تاكس باغا فيسكال زائد لا فالور ديكلاري اون دوان كيعطي وكنضربوها في لوطو ديال تي في عطاتنا 29103.75 درهم. اذا دغوا دو دوان اكسيجيبل هي دغوا امبور زائد تاكس باغا فيسكال زائد تي في عطاتنا 45272.50 درهم. اخر كيستيون هو نحسبو لو كود غوفيا كالكيلي لو كود غوفيا دو سيت امبورطاسيون. بالنسبه للكود غوفيا اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا لا فالور دي دي بي ناقص تي في سيغ دوان ناقص تي في سيغ بوس اشو مينمو. دونك هنايا راه خصني ندير زائد دي شارجو مواليزين، ولكن في لي دوني ما عنديش دي شارجو مواليزين، دونك داكشي علاش ما دخلتهاش هنايا. دونك لا فالور دي دي بي اش كتساوي؟ كتساوي لا فالور سي اي بي سيب زائد الاكوناج زائد البوست اشو مينمو زائد دغوا اي تاكس 128700 زائد الاكوناج 250 مضروبه في 2.6 زائد البوست اشو مينمو 4000 درهم راه تي تي سي. كون كان اور تاكس كنت غادي ندير 4000 زائد 4000 مضروبه في 14%، ولكن راه عندي هنايا تي تي سي اذا كنحطها كما هي زائد لا ديتش دوانيغ او لا لي دغوا اي تاكس عطاتنا 178622.50 درهم. دونك لقيت لا فالور دي دي بي. دابا غادي نحسب الكود غوفيا، ولكن عندي واحد الاشكال شنو هو؟ هو الا بغيت نقص تي في ديال البوست اشو مينمو اول حاجه غادي خصني نحسبها. علاش؟ حيت ما عطاوناش هنايا اور تاكس، ما عطاوناش اور تاكس باش ندير 14% في 4000، لا راه عطاونا تي تي سي. اذا غادي خصني نحول البوست اشو مينمو الاور تاكس، اذا تي تي سي مقسوم على واحد زائد لوطو ديال تي في ديال البوست اشو مينمو عطاتنا 3508.77 درهم. تي في ديال البوست اشو مينمو هي 14% مضروبه في الاور تاكس، خرجت لينا 491.23 درهم. دونك لو كود غوفيا كيساوي لا فالور دي دي بي ناقص تي في سيغ دوان هي هادي ناقص تي في ديال بوست اشو مينمو. دونك لو كود غوفيا ديال اكزيرسيس الثاني خرجت لينا 149,027.42 درهم. بقالنا اكزيرسيس 3 ديال لي زانكوتير. قالك لا سوسيتي سيم تاكس ا روسي اون كوموند دان كليون امريكان concernant l'exportation de 8400 articles vers le poste de New York. Le prix unitaire de chaque article, $120. L'emballage, 1120 caisses en bois massif au prix unitaire de $30. Chargement de la société Simtax, $500. Déchargement aux portes, 1100. Donc, Radin de Zoul corrigé direct. عندنا بخي مارشانديز 120 دولار لونيت لارتيكل، إذا 8400 مضروبة في 120 كتعطينا 1,800,000 دولار. لومبالاج قالك 1120 كيس، بخي اونيتيغ 30 دولار، إذا غندير 1120 مضروبة في 30 غتعطيني 33,600. دونك البخي ديال اكس وورك كيساوي بخي مارشانديز زائد لومبالاج كتعطينا 1,041,600 دولار. غادي ندوزو لانكوتيغ فوب غنجمعو فيه كاع هاد لي زيليمو. عندنا شارجومون سوسيتي سيم تاكس 900 دولار، بخي اشو مينمو 1,700 دولار، دي دوان مو اكسبورت 175، دي شارجومون اوبورت 1,200، اي ميزا فوب 2,500 دولار. دونك التوتال ديال الفوب كيساوي الاكس وورك بليس هاد لي زيليمو، دونك خرجات لنا 1,840,075 دولار. بالنسبة لفخي ماريتيم عطاونا 6,500 دولار،
دونك خدمنا الباف درنا 6500 مضروبة في 1.5%، الكاف درنا الفخيط باز زائد الباف مضروب في لوطو ديال الكاف، فخي طوطا جمعنا الفخيط باز زائد الباف زائد الكاف عطانا 6630.48. الريستورن شدينا الفخي توتال ضربناه في بورسونتاج ديال الريستورن، دونك الفخي نت كيتساوي لنا الفخي توتال ناقص الريستورن، دونك شحال خرجت لنا 6497.87 دولار. لا فالور سي اف ار كتساوي لنا فوب بليس فخي ماريتيم هي 1,054,572.87 دولار. لاسيغونس عطاونا 0.6% دو لا فالور سيف بليس 10% دي سيف، دونك كنجيو ديريكت نحسبو لا فالور ديال السيف. اش كنديرو؟ كنديرو سي اف ار مقسوم على 1 - 1 زائد لا ماجوراسيون فوا لو طو ديال اسيغونس، دونك لا فالور سيف عطاتنا 1,061,579.29 دولار. دونك هذا هو الكوريجي ديال اكزرسيس 3. دونك عندنا قال لك اكسبليكي لي ميسيون دو او ام سي، شنو هي بعد هاد الاو ام سي هادي؟ لورغانيزاسيون مونديال، المهم باش تكون مقيدة عندكم لي كوميرس، يعني هي المنظمة التجارة العالمية. دونك طلبوا منا أننا نديرو ليميسيون ديالها، عندنا جيري لي زاكورد كوميرسيو اونتخ ديفيرز ايتا، سيرفير ديسباس بوغ لي نيغوسياسيون كوميرسيال، ريغولي لي ديفيرونت اي لي ليتيج اونتخ ايتا، اناليز دي بوليتيك كوميرسيال ناسيونال. دونك هادو هما لي ميسيون ديال لورغانيزاسيون مونديال دي كوميرس. لا كيسيون دو سيتي 3 افونتاج اي 3 انكونفينيون دو ليتيليزاسيون دي كونتينر. دونك انا درت لكم هنايا تقريبا داكشي اللي عندنا 5 و 4، يعني ماشي بالضرورة انك دير نتا هادو كاملين، وانما غادي دير لهم غير 3 هنايا و 3 من هنا. دونك عندنا بالنسبة لافونتاج ديال ليتيليزاسيون دي كونتينر، عندنا سيكوريتي دو لا مارشانديز، بروتيكسيون كونتخ لو فول لي شوك اي لونفيرونمون، ايكونومي سور لومبالاج اي لاسيغونس، رابيديتي دو مانيتونسيون اي دو ترونسبور، سوبريسيون دي روبتور دو شارج باغ لانتر موداليتي. دونك هادو هما لي زافونتاج ديال الكونتينر، يعني كتسكوريتي لا مارشانديز، ايكونومي سور لومبالاج، يعني ما كتولي ما كديرش بزاف ديال لومبالاج للسلع ديالك مع لاسيرونس، لحقاش كتكون وسط من الكونتينر، لحقاش الكونتينر تيحمي لا مارشانديز، لحقاش هو تقريبا بحال اومبالاج. بالنسبة لي زانكونفينيون، عندنا انفستيسمون ايلوفي، نورماليزاسيون اونكور انسوفيسونت، امبوتاج اي شارجومون مال ايفيكتي باغ مانك دو سافوار فير، ديسيكيليبر دي فلوكس دي مارشانديز انترينون لو ترونسبور دو كونتينور فيت. دونك هادو هما لي زافونتاج مع لي زانكونفينيون. لا كيسيون 3، كيس سون لي بريكوسيون ا بخوندر دون لو شوا امبالاج، عندنا بيان ديفينيغ لومبالاج غوكيز، سابيي سيغ لو كلاسمون دو ديفيرونت كاتيغوري دومبالاج، فيغ تيستي لي زومبالاج. لا كيسيون 4 قالك اكسبليكي لا ديفيرونس اونتخ لاسميكس اي سما اكس، بالنسبة لاسميكس هي اسيغونس ماروكان دي اكسبورتاتور، ال ا بور اوبجي لا بروموسيون دي زونتربريز اكسبورتاتريس باغ لوغانيزاسيون دي ستاند لوغانيزاسيون دونكيت اي كوليكت لي رونسيرمون اوتيل لو نومبر اسوسياسيون. لي ميسيون ديالها بروموفوار لا فونكسيون اي لو رول دي اكسبورتاتور ماروكان ديفوندر لي انتيغي دي اكسبورتاتور. بالنسبة لسما اكس سيتي سوسيتي ماروكان داسيغونس ا ليكسبورتاسيون، سيتي اورغانيزاسيون برانسيبال دو لا سيكوريتي دو مارشي ا ليكسبورتاسيون، ال ا بور اوبجيكتيف
d'assurer les entreprises marocaines contre les risques liés au transport international et le risque de crédit. Il est également une source d'information sur les entreprises exportatrices.